السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة أحمد علي. بإذن الله النهاردة يا أصدقائي جايب لكم شرح جامد جدا على الشركة الجديدة اللي هي تراي أدز. جايب لكم النهاردة بإذن الله عرض بيدي أكتر من 17 دولار واحتسابه مضمون 100%، والأجمل من كل ده إن العرض سهل وبسيط، وأنت طبعا هتشوف بعينك في الفيديو بإذن الله. فمش هطول عليك في المقدمة، خلينا كده نخش لشرح العرض مباشرة، وبتمنى كل الناس تقدر تعبي باللايك الجميل واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان نجيب لكم عروض أكتر ونستمر بإذن الله في تنزيل كل جديد وحصري على قناتنا. فيلا بينا نبدأ في الشرح، ابقوا معنا. ودلوقتي يا أصدقائي أنا شغلت البروكسي على دولة أمريكا لأن العرض متواجد على شركة تراي أدز دولة أمريكا. فالمهم زي ما أنتم شايفين كده معايا صفر نقطة، تمام؟ فخلينا ندخل على شركة تراي أدز. طبعا بالنسبة لشروط الشركة يا أصدقائي، ليك حساب واحد فقط كل 48 ساعة لأن الشركة لسه جديدة ومش عارفين هتدفع لنا ولا لأ. فإن شاء الله أول ما الشركة تدفع ونشوف الخصم بتاعها والكلام ده كله هنبدأ نظبط لكم موضوع الشروط شوية. وكمان حاجة مهمة جدا بالنسبة للريسك، لازم يكون من 0 ل 28، تمام؟ عشان طبعا السحب بتاعك ما يترفضش، لأن طبعا زي ما قلت لكم إن الشركة جديدة وكده. فالمهم زي ما انتم شايفين فتح لنا الواجهه ديت، هنا هنختار ميل او في ميل مفيش اي مشكله، ونحدد السن، يفضل انه يكون مثلا 25 سنه. بعد كده كونتينيو. طبعا كل العروض هتبدا تظهر معايا، ما شاء الله شركه فخمه جدا ونقاطها نار صراحه. فعشان ما اطولش عليك خليني كده اجيب العرض اللي انا هشرحه. زي ما حضراتكم شايفين ده العرض بيدي 17 دولار و35 سنت بالظبط، والعرض مقسم يعني الليفل 10 هيدينا 115 نقطة، الليفل 25 هيدينا 192 نقطة، والليفل 50 وهكذا. بقى عندك ليفلات كتير زي ما حضراتكم شايفين وكلها ليفلات سهلة. فهنضغط على بلاي ناو عشان طبعا نبدأ نحمل اللعبة. فورا هيحولنا للمتجر، ما شاء الله التحويل فوري وبضغطة زر. فخلينا نثبت اللعبة يا أصدقائي. وبعد ما اللعبة اتثبتت هنضغط على كلمة تشغيل. طبعا اللعبة سهلة وبسيطة ومش محتاجة اصلا لشرح، فعشان ما اطولش عليكم الشرح انا هسرع الفيديو شوية، تمام؟ لحد مثلا ما اخلص مثلا الليفل 10 والليفل 25 ونرجع مع بعض نشوف هل العرض بيحسب ولا العرض ما بيحسبش. فيلا بينا كده نخلص الليفلين وهرجع لكم مرة تانية. ورجعت لكم تاني يا اصدقائي، وخلينا كده نطلع للواجهة الرئيسية. وزي ما انتم شايفين حاليا احنا في الليفل 25، وفعلا اشعارات الاحتساب وصلت الليفل 10 والليفل 25 بدون اي مشاكل. فخلينا كده نخرج ونتأكد من الشركة. هنيجي للشركة نعمل تحديث كده للصفحة، وزي ما حضراتكم شايفين بالفعل اول قسمين كومبليت اهوت بدون اي مشاكل، ده اثبات الاحتساب من داخل الشركة. وطبعا ممكن تكمل بقى الاقسام بقى براحتك، مفيش اي مشكله، كلها بتحسب بدون اي مشاكل. خلينا كمان يا اصدقائي نروح كده للتطبيق عشان نشوف اثبات الاحتساب من داخل التطبيق. بالفعل 308 نقطه حسب لي اول قسمين، تمام؟ وهنا اشعارات الاحتساب موجوده اهيت بدون اي مشاكل. فعرض اسهل منه مفيش اقسم بالله، وانصح كل الناس المبتدئه ان هي تنفذ العرض ده، لان زي ما شفتوا قدامكم والله العرض ما خد منه وقت، والاجمل من كده انه تسميعه فوري وكمان احتسابه مضمون 100%. فعشان ما اطولش عليكم خليني بقى اعرفكم ازاي تسحبوا من تطبيقنا. كل اللي عليك انك هتيجي على الاختيار اللي في النص ده، وهنا زي ما حضراتكم شايفين عندك اول حاجه السحب عن طريق البير، حد ادنى للسحب 10 سنت فقط. عندنا كمان يا اصدقائي السحب عن طريق البيبال، وعندك السحب عن طريق منصه بايننس، وفي فودافون كاش للمصريين، وعندك هنا سحب عملات رقميه، وكمان شحن الالعاب. وكمان يا اصدقائي حابين ننوه عن حاجه مهمه جدا، وهي شركه تاب جوي. شركه تاب جوي ليك طبعا حسابين يوميا، وكمان غيرنا الحائط، حطينا حائط جديد نقاطه مرتفعه واموره تمام التمام. فلو حابب تشتغل على تاب جوي مفيش اي مشكله. كل اللي عليك عشان تفتح تاب جوي طبعا انك تضغط ضغطه واحده، لاحظ معايا، الشركه هتخرجك وترجع تدخلك للحائط مره تانية، عشان الناس اللي بتقول لي يا احمد تاب جوي مش بتفتح معايا. كمان عندك باب سكال، ولكن حاليا احنا مخفضين النسبه، ان شاء الله هنرجعها اول ما الشركه تدفع لنا. وكمان في عندك لوتا بلاي وموناليكس، وعندك شركات فخمه جدا تقدر برضو تشتغل عليها بدون اي مشاكل. لحد كده يكون ده فيديو النهارده، بتمنى يا رب يكون عجبكم الفيديو، وفي النهايه بتمنى لكم كل الخير والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.